صباح الخير عليكم جميعا. ان شاء الله النهارده انا حابب اكلمكم على ايه هو الفرق ما بين السايكولوجيست او السايكاتريست او الاخصائي النفسي والطبيب النفسي. خلينا نقول ان في اختلافات ما بين الخلفيه العلميه بتاعت كل حد فيه. فالاخصائي النفسي بتبقى خلفيته ان هو مخلص كليه تربيه او كليه اداب ومهتم بمجال علم النفس، اما السايكاتريست فبيبقى مخلص كليه طب وبعد كده خد ماجستير نفسيه وعصبيه، وبعد كده اللي بيكمل في مجال الطب النفسي بيبقى خد كمان دكتوراه في الطب النفسي، وكمان مش بس كده لو ممكن يبقى خد كمان في سب سبيشالتيز او في اختصاصات معينه من الطب النفسي زي الاطفال او الادمان او النوم او الطب النفسي الجنسي او فروع اخرى متعدده. طيب يبقى ده اول فرق مفروض ان احنا ناخد بالنا، الخلفيه اللي هي بنقول عليها الاديوكيشنال او التعليميه. تاني حاجه مهم ناخد بالنا منها هي انت بالنسبه لو انت بتعاني من اي اعراض نفسيه او مشاكل نفسيه فانت مفروض انك بتبدا بزياره الطبيب النفسي. الطبيب النفسي بيحدد لك الخطه العلاجيه، سواء الخطه العلاجيه دي هتبدا من ادويه او علاج نفسي اللي هو بنقول عليه السايكوثيرابي. السايكوثيرابي هيقوم بيه بعد كده اللي هو السايكولوجيست او اللي هو الاخصائي النفسي او المعالج النفسي الاكلينيكي اللي هو خد تدريب وخبره اكلينيكيه اوريدي وتعلم في الموضوع ده، هو اللي هيبدا يخوض لك النوع العلاج النفسي اللي حدده الطبيب النفسي. وبالتالي لو انا بعاني من مشاكل سواء مشاكل اضطرابات في المزاج او مشاكل متعلقه بادمان بعض العقاقير المخدرات او مشاكل في الاطفال او مشاكل احيانا ارشاديه او مشاكل حتى ما بين الازواج، لازم ابدا الاول بزياره الطبيب النفسي وهو هيحدد لي الخطه اللي هيبقى فيها السايكولوجيست اللي هو بيعمل السايكوثيرابي جزء من الموضوع. وبالتالي في عندنا حتى الاخصائيين النفسيين فيهم منهم انواع مختلفين، في اللي بيشتغل مع الاطفال، في اللي بيشتغل مع الكبار، في اللي بيشتغل في قصه صعوبات التعلم والتوحد والكلام ده كله. فناخد بالنا من الموضوع ده وما تترددوش، اذا عندكم اي مشاكل زور طبيبك النفسي هيحدد لك خطه العلاج المطلوبه وبعد كده شوف هيقول لك ايه. لكن ما تروحش منك لوحدك انك تروح لاخصائي نفسي من البدايه، لان هو الاخصائي النفسي مش مصرح ليه بكتابه ادويه، هو ممكن يسمعك لكن ملوش دخل بكتابه الادويه. فالتشخيص الصح، عمل الخطه العلاجيه المظبوطه، ده هيساعدنا ان احنا نبقى من صحه وخير وامان. ما تنسوش تدعمونا باشتراك في القناه ولايك وشير. شكرا جزيلا، يومكم سعيد.